كاف 24 تقول لكم الحدث بالصوت والصورة. كنلتجئوا لطرق اخرى اللي ربما كتكون الضرر ديالها اكثر بكثير. انا ما كنحملش مسؤوليه للكل للعصبة او المسيرين ديالها، بالعكس كنحمل المسؤوليه الراسيه انا والرؤساء الانديه او الجمعيات ديال الانديه اللي كتمارس. قلت هذه مناسبه او فرصه تاريخيه باش نقول لك كفا، انا راه ما لاعبينش هاد الكره، هذه عندنا شي في اللعبه واش غادي نلعبوا ملعب اللي كان عندنا الدوله لاسباب حنا بيدنا كنرحبوا بها ما كنمنعوش، ولكن حتى السلطه المحليه كتبغي تخاطب واحد المجتمع رياضي حي اللي كيقول واحد الكلمه في الساعه يعني في الزمن والمكان ديالها. حاجه ثانيه سيد الرئيس، هو من الناحيه ديال افتتحتي التقرير الادبي ديالك بالنظام الاساسي، ولكن النظام الاساسي اختفى بزاف ديال النقط اللي هي مهمه، منها بان اللجان عندنا فيها اشخاص اللي هما كيتكرروا موظفين كاينين في في اللجان، بالعلم بان الساحه عامره بالاخوان اللي هما ذوي الخبره واللي خصهم يكونوا في هذه المناصب. هذا الموسم الجديد 2024-2025 كاين مقترح يعني بحكم هاد السنة كاين مستجدات، كاين 12 فريق في القسم الممتاز، ربما سي حسن يؤكد لي هذا الرقم. هذا ملي كنقول 12 فريق راه صعيب نديرو يعني بطولة في يعني في يعني بطولة مكمولة يعني الي روتور بمجموعة وحدة إلى آخره. إذا الاقتراح الأول هو تكون إما مجموعة وحدة مباراة الذهب، والمقترح الثاني هو المحاور، يكونوا 6 فرق في واحد المحور و 6 في، وهذا الشيء ماشي قليل على المباريات. انا عارف الجامعه كتفرض عدد المباريات الى اخره، ولكن الا درنا 6-6 راه كل مجموعه غتلعب 10 مباريات على الاقل، زائد البلاي اوف يعني بحال الصيغه القديمه. قلب كلمة بالاحترام، صاحبي احنا بكاش، احنا دائما الطريقة ديالك دائما ما عمرك تتبدل. سوري اخوان، رجاء بارك، كل عام اي جمع عام خاصة واحد ما خاصها عندك هنا صاحبي. ضرب الاعتراف بحال اللي كنت كما لاحظتوا الاجواء الجام العام مقارنه ما بعد الجمعه العامه اللي كنشاهدوا، الحمد لله جالس بكل روح رياضيه، كانوا تدخلات في المستوى. احنا الهدف ديالنا علاش كنعملوا هذا الجام العام؟ باش نتصنتوا المشاكل والمداخلات ديال رؤساء الفرق كناخذوها بعين الاعتبار اللي هي ايجابيه، او لا كان شي نقد بناء كناخذوه تا هو بعين الاعتبار باش نصلحوا البيت ديالنا. ولهذا كما لاحظتوا كاملين بالحضور ديالكم كتشهدوا هذا الشيء هذا، لان الجام العام كان في المستوى احترموا كالاحترام ما بين الاعضاء المسيرين ديال العصبه ومع رؤساء الفرق كيتبادلوا نفس الاحترام والتقدير. حنايا كما لاحظتي العصبه الشغل ديالها هي تهز واحد العبء واحد القسط من العبء على رؤساء الفرق وعلى الجمعيات، كنعرفوهم كيعانيوا من الناحيه ديال البنيه التحتيه ومن ناحيه الامكانيات الماديه. حنا كنعملوا كل ما في جهدنا باش نهزوا عليهم واحد نخفوا عليهم واحد العبء شويه، كل عام كنفاجئوهم الحمد لله كنعطيوهم كويرات
كره موحده. هذا العام عاود كنا فيناهم الاداء ديال التحكيم، هذا العام فيهم الاداء ديال الكوميسير ديال الماتش، وحنا غاديين معاهم درجه درجه توفقنا الله، لان حنا بيدنا رؤساء الفرق كنحسوا بالمعاناه اللي كيعانيوا رؤساء الفرق، ماشي جينا وجلسنا في هذه المسؤوليه، حتى حنا كنعانيوا كيف كما كيعانيوا هما. الا ما حسيناش بهم كنا نمشيو، خصنا نقدموا السورسات ونمشيو بحالنا. الصراحة الجميل العام هذا لأول مرة سيفتي كرئيس النادي هذا في الرياضي كنحضر له، بالنسبة كجميل العام فيه بعد المسائل اللي هي صراحة فيها الشفافية وفيها الموضوعية، وسي نورمال بالنسبة للعصبة باش تسير هذا الجهاز هذا اللي هو صراحه صعيب المسؤوليه، ضروري غيكونوا بعض الاخطاء وغيكونوا بعض الثغرات، ونطلبوا الله ان شاء الله يكونوا كل عام يتقدموا من حسن لاحسن. وبالنسبه لنا حنايا كان مدينه تطوان عندنا بعد المؤاخذات على هذا شنو كيقولوا له، هذا غنقولوا على بزاف د الحاجات اللي في هذا الجامع العام، يعني ما كاينش التمثيليه ديالها بصفه عامه باش نهضروا مخالف السي عمر غيلان، يعني حنا ما سقيناش ديك الاربعه الناس اللي قالوا بانهما غيعطيو واحد التمثيليه بالرئيس اللي هو اللي غيعينهم، ونكونوا حنا شي واحد مدينه تطوان اما كره القدم النسويه بالاخص لانها رائده. وباش نكونوا واقعيين بان دا فوتسال الاناث دات البطوله الجهويه ود 11 دات البطوله الجهويه، اذا هنا لازم العصبه والرئيس يكون كامل الانتباه باش يكون واحد الممثل كره القدم النسائيه كيمثل في العصبه. جامع العام داز في جو اخوي وجو مميز، تم تداول في التقرير المالي والادبي ديال الموسم المنصرم 23-24، بصراحه كانت الامور مضبوطه، وكما لاحظتي كان التصويت عليه بالاجماع لا بالنسبه للتقرير المالي ولا الادبي، وكان بكاشي ديال شنو كنقولوا حنايا اكسبير كونطابل، يعني العصبه قايمه بالواجب ديالها ضابطه الشغل ديالها، وبالعكس كاين حوايج اللي سابقين والسباقين فيهم بالنسبه للعصب باقي العصب، كنظن ان العصبه ديالنا متميزه على باقي العصب وباقي الجهاز ككل.